السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ام اس كي من قناة يلا انجليزي لمهتم بتعليم اللغة الانجليزية من البداية. فلو انت مهتم بالمحتوى ده بننصحك تشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. النهاردة معانا مصطلح كتير مننا بنستخدمه اللي هو في المشمش. في المشمش يعني حاجة مستحيلة. لو انت عايز تقول في المشمش باللغة الانجليزية هتقولها when pigs fly. when pigs fly. when pigs fly عندما تطير الخنازير، يعني كلمة pig يعني خنزير. فلو قلت في المشمش بالانجليزي هتبقى when pigs fly. مثلا عايز تقول ان حد استحالة يرجع لك فلوسك اللي استلفها منك هتقول I think he will pay you back your money when pigs fly. I think he will pay you back your money when pigs fly. او نقول I'll join your physics classes when pigs fly. I'll join your physics classes when pigs fly. يعني هخش معاكم في كورسات الفيزياء بتاعتكم دي لكن في المشمش. كلمة في المشمش يعني مستحيل زي ما احنا قلنا اسمها when pigs fly. وبكده يكون فيديو النهاردة انتهى، وعايز منكم اقتراح لاسم يكون للحلقات الصغيرة ديت وتكتبوه في التعليقات. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.